تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية في لصالة نادي الكويت الرياضي لنقل هذه المباراة التي تجمع بين نادي النصر الرياضي ونادي اليرموك الرياضي ضمن نطاق دوري كرة قدم الصالات والجولة العاشرة في هذه المسابقة على وجه التحديد. بداية هذه المباراة وإطلاق صافرة البداية عن طريق حكم اللقاء أيضا طاقم التحكيم نذكر في هذه المواجهة حكما في حكمين للساحة طبعا عبد العزيز أمان وعبد العزيز الصراف بالإضافة إلى الحكم الثالث ياسر مقصيد والميقاتي أماني زادة نتمنى لهم التوفيق في إدارتهم لهذه المباراة. كرة أمامية للنصر ولكن مقطوعة استحواذ لليرموك تشكيل لكلا الفريقين سواء للنصر في التشكيل الأساسي لهذه المباراة حارس المرمى محمد نايف وفي أيضا رباعي في أرضية الملعب لوكاس البرازيلي دانيلو البرازيلي كذلك خالد الشمري ويوسف البغلي. على الناحية الأخرى لليرموك والآن ركلة إدخال لمصلحة اليرموك التنفيذ عن طريق من التنفيذ عن طريق حمد أول التسديدة القوية في بداية هذه المباراة ولكن تسديدة إيغور دي سوزا في التسديدة القوية ولكن الكرة تمر إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد نايف. هذا هو إيغور دي سوزا البرازيلي في تسديدة قوية تماما والكرة التحضير الآن حمد حيات في التبرير ولكن أيضا مقطوعة ترجع مرة ثانية في التحضير الهجومي لمصلحة نادي النصر واليرموك في دوري الصالات للموسم الرياضي 2021-2022 ركلة الإدخال لمصلحة اليرموك بصافرة عن طريق حكم اللقاء طبعا 20 دقيقة كلعب فعلي في شوط المباراة الأول مباراة بادية قوية وأول الفرص كان لإيغور دي سوزا البرازيلي ولكن تسديدة إيغور مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد نايف حارس المرمى محمد نايف محمد نايف الشمري ركلة الإدخال الآن لليرموك حمد حياتي ينفذ الكرة تسديدة ولكن بعيدة تماما عن المرمى بعيدة وتذهب بعيدة إذن مساعد الخضاري ومحمد ماجكي حمد حيات وإيغور خافي رودريغيز في التشكيل الأساسي لليرموك في هذه المباراة كرة أمامية ولكن مقطوعة الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة الإدخال لمصلحة النصر ركلة إدخال للنصر التنفيذ عن طريق تحضير يا سلام بشكل جميل ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة إدخال لليرموك الآن ركلة الإدخال طالت على خالد الشمري أقرب مقطوعة انطلاقة لوحدة ويحطها تمر أخطر الفرص دانيلو البرازيلي منفرد تماما بحارس المرمى محمد ماجكي ولكن مرت بسلام إلى جوار القائم الأيمن إذن فرصة هنا وفرصة هناك الفريقين في الخطورة في الدقائق الثلاث الأولى من هذه المباراة مباراة بادية بداية قوية رغبة كبيرة جدا لتحقيق نتيجة إيجابية لكلا الفريقين قبل هذه الجولة الترتيب كان القادسية في الصدارة ب 21 نقطة اليرموك 19 نقطة في المركز الثاني والكويت ب 16 نقطة في المركز الثالث الكويت فاز على القادسية ووصل إلى 19 نقطة في هذه الجولة بالأمس وبالتالي الآن
اليرموك عنده الفرصة لاعتلاء الصدارة إذا ما فاز في هذه المباراة. يا سلام تبرير البينية من إيغور، ولكن حارس المرمى في الإنقاذ، حارس المرمى محمد نايف في الإنقاذ وإبعاد الكرة إلى ركلة إدخال لليرموك. مباراة جميلة من بدايتها، مباراة سريعة في هذه المواجهة بين النصر واليرموك. إذن اليرموك رغبة كبيرة جدا في النقاط الثلاث والوصول إلى الصدارة، بينما النصر عنده 8 نقاط يرغب في الانتصار والدخول في التنافس على المراكز الأربع الأولى. طبعا المراكز الأربع الأولى تلعب في البلاي أوف من بعد انتهاء القسم الثاني لبطولة الدوري، 8 فرق في دوري كرة قدم الصالات، 7 مباريات ذهابا، 7 مباريات إيابا، 14 مباراة لكل فريق، الأربع الأوائل في البلاي أوف ذهابا وإيابا طبعا في البلاي أوف للوصول إلى المباراة النهائية في دوري صعب جدا ودوري له قيمته الكبيرة. إيغور يبحث عن الفرصة للتسديد، ولكن التغطية موجودة، الإنقاذ موجود، الإنقاذ الدفاعي يأتي عن طريق يوسف عبد الرضا. يوسف عبد الرضا هو اللي يشيلها إلى خارج أرضية الملعب. اعتذار جميل جدا من اللاعب الخلوق خالد الشمري لحكم اللقاء عبد العزيز أمان، حكم مميز قادر على إدارة المباريات، بالإضافة إلى عبد العزيز صراف أيضا وياسر مقصيد أماني زادة، الكل يتعاون لإخراج هذه المباراة. السيطرة الآن لليرموك، ولكن إبعاد للكرة عن طريق يوسف عبد الرضا يشيلها إلى خارج أرضية الملعب بركلة إدخال أخرى لليرموك. إيغور قيادي بالتأكيد في المنطقة الخلفية، أقرب إيغور بالتبرير بالكعب، تتحضر له الكرة، يا سلام يا سلام، ضاعت بتألق كبير من حارس المرمى محمد نايف، الهجوم السريع تأخر فيها. الآن إلى دانيلو، أيضا مقطوعة، ترجع مرة ثانية في استلام مرور، لا زالت في أرضية الملعب ممكن، وتغطية دفاعية، تغطية دفاعية في اللحظة الأخيرة، أقرب إلى دانيلو، ومقطوعة دانيلو، وهناك أيضا لوكس، ولكن دانيلو متواجد في التشكيل الأساسي، لوكس أيضا متواجد، البرازيلي الآخر في تشكيل النصر. ركلة الإدخال لليرموك، حكم اللقاء في تنبيه، عبد العزيز صراف في تنبيه لوكس بعدم الاعتراض، لوكس البرازيلي يتم التنبيه عليه بعدم الاعتراض وعدم التدخل في قرارات الحكام في هذه المباراة. أقرب تغييرات طبعا مفتوحة في كرة الصالات، وقدرة لكل مدرب بإدخال اللاعبين بالعدد المطلوب. لوكاس تتخلص من أمامه، خطأ دفاعي، ولكن حارس المرمى محمد نايف يستمر في التألق ويستمر في إنقاذ الموقف تماما. اليرموك يدخل المباراة بضغط واضح، يرغب بالنقاط الثلاث، يرغب بتخليص المباراة والوصول إلى الصدارة بعد خسارة القادسية وتعثر في الأمس. أقرب للنصر، خطأ في التنفيذ، القانون الحالي قبل يعني الكرة ما تكون على الخط، تكون خارج الخط، ولكن الآن الكرة تكون على الخط، لا هي خارج الخط ولا هي داخل أرضية الملعب، لا هي خارج الملعب ولا داخل الملعب، على الخط، جسم اللاعب ما له علاقة، سواء جسم اللاعب يعني حاطر إلى داخل الملعب قبل لا يلعب الكرة أو خارج الملعب ما في أي شيء، ولكن الكرة يجب أن تكون على الخط. تنفيذ سريع ولكن إنقاذ دفاعي وتدخل ممتاز يأتي عن طريق نجيب عادل،
هو اللي يشيلها الى خارج ارضيه الملعب، ركله ادخال التنفيذ عن طريق فهد غالب. فهد غالب حكم لقاء عبد العزيز امان في مراقبه تنفيذ ركله الادخال بالشكل الصحيح. لوكاس الى دانيلو، خاطئه لليرموك الان. خافي رودريغيز الاسباني الوحيد في المحترفين في مباراه اليوم، ثلاثه محترفين برازيليين، اثنين للنصر، واحد لليرموك وواحد اسباني. هذا هو لوكاس بثقه كبيره يحضر الكره، لا زالت فهد غالب تنقطع من امامه، اصطدمت بقدمه فهد غالب، الكره الى خارج ارضيه الملعب. واضح ايضا نجيب عادل هو باصراره قدر يتحصل على ركله الادخال لمصلحه فريقه التنفيذ. عبد العزيز مساعد، خافي رودريغيز ولكن بلا عنوان، بعيده جدا، كره الى خارج ارضيه الملعب برميه المرمى لمحمد نايف، ينفذها خلال اربع ثواني. اذا ما نفذها خلال اربع ثواني تتحول الكره في خطا داخل او على حدود منطقه المرمى لمصلحه الفريق المنافس. يتركها فهد غالب ولكن ما هي لاحد، الكره الى ركله ادخال لمصلحه اليرموك، ركله ادخال لليرموك، التنفيذ عن طريق سليمان العمران ينفذ، يحضرها ليه عبد العزيز مساعد، ترجع له مرة ثانية ولكن مقطوعة، فهد غالب تسديدة، وحارس المرمى محمد ماجكي في المكان الصحيح، حارس مرمى منتخبنا الوطني أيضا وحارس مميز بإمكانيات كبيرة، يشيل الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة إدخال لمصلحة النصر، التنفيذ عن طريق لوكاس ينفذها، شوف اللاعب يده فوق الكرة على طول، ما يبي يترك الكرة تتحرك، خطأ في التبرير، تعود إلى لوكاس، فهد غالب، دانيلو إلى فهد غالب، لوكاس مرة أخرى، تنظيم دفاعي لليرموك، لوكاس يخلص، خطأ لمصلحة النصر، أول أخطاء هذه المباراة خطأ ضد اليرموك، الأخطاء لها قيمتها في كرة الصالات، خمسة أخطاء حد أقصى لكل فريق، من بعد ذلك الخطأ السادس تكون في ركلة حرة من العشرة متر، في فرصة هدف طبعا من العشرة متر. دانيلو يشير لحكم اللقاء بعودة اللاعبين، هذا هو البرازيلي دانيلو، حكم اللقاء يرجع الحائط البشري للمسافة القانونية. دانيلو في التسديد يسدد ولكن تسديدة قوية بعيدة تماما، تسديدة قوية صح ولكن بعيدة تماما، هناك وقت مستقطع بعد مرور 8 دقائق وبعد تبقي 12 دقيقة من الشوط الأول لهذه المباراة. إذا مباراة النصر واليرموك في دوري كرة قدم الصالات والجولة العاشرة من هذه البطولة، الدور التمهيدي لهذه البطولة. أذكر بأنه بعد انتهاء الدور التمهيدي هناك بلاي أوف في الأدوار الإقصائية للفرق الأربع الأولى في هذه البطولة. جانب من لقطات شوط المباراة الأول فيما بين الفريقين والفرص طبعا الحاضرة في هذه المباراة الخالية حتى اللحظة من الأهداف. طبعا قبل هذه المباراة استطاع نادي السالمية أن يفوز على كاظمة 4-3 في مباراة مهمة وممتعة تماما
في هذه البطولة. حتى اللحظات الأخيرة كانت فيها حماس وندية وإثارة كبيرة جدا فيما بين الفريقين. إذن صافرة تأتي، انتهاء للوقت المستقطع، تستأنف المباراة مرة أخرى بين النصر واليرموك في دوري كرة قدم الصالات والجولة العاشرة في هذه المسابقة. تمريرة بينية تصطدم في يوسف عبد الرضا، تتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة اليرموك. التنفيذ عن طريق إيغور، ينفذها إلى الخلف إلى حارس مرمى، ما له حق إلا يلمسها مرة واحدة فقط في نص ملعبه. دانيلو طالت الكرة على لوكاس، التنفيذ عن طريق اللاعب نجيب عادل. عبد العزيز مساعد، إيغور بالكعب لعبد العزيز مساعد، إيغور مرة أخرى، تمريرة بينية، الضغط موجود، دانيلو يخلص، ولكن عودة لكل لاعبي اليرموك. فهد غالب طالت من الكرة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة الإدخال أو رمية مرمى. نشوف قرار حكم اللقاء، ركلة إدخال لمصلحة اليرموك. كرة أخرى، يطلب حكم اللقاء كرة أخرى لاستئناف المباراة. التنفيذ عن طريق نجيب عادل إلى عبد العزيز مساعد، إيغور، عبد العزيز مساعد، إيغور مرة أخرى. الفريقين ملتزمين بالتغطية في وسط ملعبهم، التغطية الدفاعية بشكل كبير جدا. حتى الآن كل فريق تحصل على فرصة واحدة فقط محققة في هذه المباراة. كل فريق تحصل على فرصة محققة، نقدر نقول إيغور فرصة لليرموك، ومن بعد ذلك دانيلو أيضا فرصة محققة أخرى للنصر. بما عدا ذلك أنصاف فرص أو أربع فرص. إيغور الآن كرة ما توصل، التدخل المميز عن طريق لوكاس، دانيلو الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة الإدخال لمصلحة اليرموك. ركلة الإدخال لليرموك، نجيب عادل، عبد العزيز مساعد، إيغور في تسديدة قوية، ولكن حارس المرمى محمد نايف يخلص الموقف تماما وينقذ مرماه من فرصة وتسديدة لإيغور. صح أن الزاوية صعبة، ولكن حارس المرمى وقوفه الصحيح ينقذ الموقف تماما. ركنية تنفذ، ولكن لوكاس يتركها إلى خارج الملعب بركلة إدخال للنصر. فهد غالب، الكرة إلى خارج الملعب، طالت على خالد الشمري، أبعدت قبل أن تصل له، ركلة إدخال للنصر، ينفذها خالد الشمري بنفسه. جانب من كلا المدربين الاثنين لكلا الفريقين، سواء للنصر محمد عبد الصاحب أو على الناحية الأخرى المدير الفني لليرموك جواكيم أنطونيو. أقرب لي اليرموك، خطأ هذه المرة لمصلحة اليرموك، خطأ ضد النصر، خطأ بخطأ حتى الآن في هذه المباراة، خطأ بخطأ، الأمور في المعدل الطبيعي جدا بعيدا عن الخطورة. الخطورة تكمن عندما تصل إلى الخطأ الخامس، يعني من قبلها أربع أخطاء ممكن جرس الإنذار. فهد غالب تنقطع قبل لا توصل إلى دانيلو بركلة إدخال لركلة إدخال لمصلحة النصر. كرة بعيدة، يذهب دانيلو لإحضار الكرة، هذا هو خالد الشمري البرازيلي دانيلو. برازيل ولادة دائما في كرة الصالات، وأكثر فريق حامل اللقب في بطولات العالم، وأفضل اللاعبين المهاريين والمميزين قادمين من البرازيل. دانيلو
ما توصل الى لوكاس. الضغط موجود بشكل جميل لليرموك. رودريغيز تنقطع من امامه خافي رودريغيز. هذا هو لوكاس. والله ما يهدأ ما يهدأ، يعترض دائما وعنده اصرار. حكم اللقاء عبد العزيز زمان يأشر له يقول له يعني الهدوء مطلوب. لوكاس 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 يتعرض للعرقلة والخطأ والإنذار. إنذار لخوفي رودريغيز، إنذار لخوفي رودريغيز، هو الإنذار الأول في هذه المباراة والخطأ الثاني على اليرموك في هذه المواجهة. خطأ ثاني على اليرموك في هذه المواجهة. لازال الفريقين بعيدين تماما عن الخطورة من ناحية عدد الأخطاء. بعد مرور 11 دقيقة متبقي 9 دقائق، خطأين على اليرموك، خطأ على النصر، أمر جدا طبيعي وفي المعدل السليم. خطأ لمصلحة النصر من مسافة بعيدة، مسافة تقريبا 14 متر عن مرمى الحارس محمد ماجيكي. هل سيذهب للتسديد ولا راح يحاول ينفذها مع تقاطع اللاعبين داخل المنطقة؟ ينفذ ويسدد، يذهب للتسديد بالقوة ولكن بعيدة، تمر إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد ماجيكي. رمية المرمى ينفذها سريعة قبل الأربع ثواني. طبعا قلنا حارس المرمى في رمية المرمى ما عنده إلا أربع ثواني ينفذ من خلالها الكرة. إيغور طالت، وأيضا ركلة الإدخال بنفس الشيء أربع ثواني، أيضا الخطأ الركلة الحرة أو الركلة الحرة الغير مباشرة أو المباشرة، يعني في كل الحالات أربع ثواني لجعل المباراة سريعة لعدم ترك الفرصة للاعبين في تأخير اللعب أو محاولة كسب يعني ثواني إضافية. وكرة الصالات لعبة ممتعة تماما، دوري كرة قدم الصالات لعبة جميلة وممتعة ومثيرة في أداء الفرق وأيضا في التعامل وأيضا في عدد الأهداف والإثارة والندية. إيغور من زاوية صعبة تماما، محمد نايف في المكان الصح يغطي ويبعدها إلى ركلة ركنية لمصلحة اليرموك. ركنية تنفيذ بشكل جميل لا زالت، ولكن زاوية شبه مستحيلة. حمد حياة ضاعت منه. لوكاس يحاول فيها يلعب كرة أمامية وين بعيدة كل البعد، ما تصل إلى زميلة خالد الشمري. الكرة إلى خارج أرض. هذا هو حمد حياة، خبرة كبيرة جدا لهذا اللاعب وقيادي بالتأكيد في المنطقة الخلفية لفريقه من ناحية التبريرات ومن ناحية تحضير الكرة ومن ناحية قراءة المباراة، أمور مهمة جدا في كرة قدم الصالات. إيغور يا سلام، ولكن مقطوعة، مطالبة بخطأ. ثلاثة ضد اثنين، ثلاثة ضد اثنين، يذهب للحل الفردي. أبدا في حالة ثلاثة ضد اثنين المفروض هو الحل الجماعي إلى أن تصل إلى قرب المرمى، ولكن تدخل ممتاز من حمد حياة بالخبرة ضاعت على خالد الشمري. الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة ركنية. هذا هو خالد الشمري. لوكاس في تنفيذ الركلة الركنية ينفذها خالد الشمري. حمد حياة في المكان الصح، حارس المرمى محمد نايف طالت منه، المرمى خالي ينفذ، ممكن إيغور، لا خلاص رجع رجع إلى مرمى إيغور. حلوة، ولكن خالد الشمري في المكان الصح يغطي، يتلقى تحية الجهاز الفني والإداري لفريقه بتدخل مهم. خطأ يتفذ إيغور وأيضا لوكاس في المكان الصحيح وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة ركنية لمصلحة اليرموك. حمد حياة هو اللي ينفذ،
حمد حياة بعيدة تماما، ما توصل لأي من زملاء لوكاس. حول مار يتعرض للعرقلة والخطأ، روح رياضية عالية تماما في مبين الفريقين إيغور ولوكاس، كلاهما محترف، كلاهما يعلم بأن كرة قدم الصالات فيها تدخلات كثيرة وفيها احتكاكات كثيرة. أيضا خطأ هجومي ضد النصر، ثلاثة أخطاء مقابل اثنين. لا زال الفريقين في معدل طبيعي مع تبقي 7 دقائق تقريبا في الوقت الفعلي لشوط المباراة الأول. إيغور تنقطع من لوكاس، الضغط يأتي من إيغور، دانيلو، لوكاس، يمار غير لعب بشكل جميل، يلحق عليه ولا لا، ولكن حارس المرمى محمد ماجكي يشيلها والكرة طالت على خالد الشمري. طلعت، إذا الكرة طلعت طلعت بفارق سنتيمترات فقط. هذه الكرة الماضية نعم قرار صحيح لحكم اللقاء. أيضا أشكر مخرجنا نواف الجماز على هذه الإعادة الدقيقة واللي تبين لك خروج الكرة خارج محيط الملعب، وبالتالي القرار صحيح لحكم اللقاء. الآن التهيئة عن طريق نجيب عادل، ركلة إدخال أخرى، خافي رودريغيز إلى مساعد الخضاري، خافي رودريغيز مقطوعة لوحدة في وسط ثلاثة لاعبين، تنقطع من أمامه أيضا، تنفيذ سريع، يا سلام والتسديدة، ولكن خالد الشمري خلص. خالد الشمري على مرتين، الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة إدخال لليرموك. هذه الكرة الماضية قبل لا تطلع، قبل لا تطلع ولا طلعت. محمد نايف يشيل الكرة، ولكن إذن ركلة إدخال لمصلحة اليرموك. حمد حياة التنفيذ، حكم اللقاء عبد العزيز زمان، متابعة دقيقة لما يجري في هذه المباراة. محمد نايف في كرة طويلة يشيلها بمبدأ الضمان والأمان، ما في أي تهاون في كرة قدم الصالات، أي خطأ بسيط في هذه المنطقة ممكن يؤدي إلى هدف يغير مجرى ومسار المباراة. شوط أول مغلق نقدر نقول في ما بين الفريقين دون أهداف حتى اللحظة، نتمنى الأهداف اللي تحرك المباراة تسديدة فيها قوة، ولكن تذهب إلى خارج الملعب. ركلة إدخال أخرى لليرموك قريبة من منطقة المرمى للنصر، استحواذ أفضل لليرموك. حمد حياة يذهب للحل الفردي والتسديد، ولكن حارس المرمى يشيلها محمد نايف، دانيلو يخلص، مقطوعة، ثلاثة ضد ثلاثة، يبحث عن فرصة للتسديد ولكن تغطية موجودة كانت. والآن الوقت المستقطع، الوقت المستقطع هذه المرة للنصر، ثاني الأوقات المستقطعة في هذا الشوط الأول. خلاص كل فريق له وقت مستقطع واحد في هذه المباراة أو في الشوط، والشوط الثاني طبعا كل فريق له وقت مستقطع آخر في الشوط الثاني. تعادل سلبي 0-0 فيما بين النصر واليرموك في دوري كرة قدم الصالات والجولة 10 من هذه المسابقة. قبل هذه المباراة استطاع السالمية أن يفوز على نادي كاظمة ب4-3 في نتيجة بالتأكيد هي نتيجة إيجابية للسالمية الذي يتحصل على النقطة 11 وحرم كاظمة من 3 نقاط في غاية الأهمية كان ممكن يندفع من خلالها نادي كاظمة إلى المنافسة على الصدارة. إذن تنتهي الدقيقة
في الوقت المستقطع، وتأتي الصافرة عن طريق الميقاتي، الحكم الميقاتي أماني زادة، طاقم تحكيم في مباراة اليوم عبد العزيز أمان، عبد العزيز الصراف وياسر مقصيد، بالإضافة إلى الميقاتي أماني زادة. رمية المرمى لمصلحة النصر، تنفيذ عن طريق لوكاس، خالد الشمري بعيدة تماما، الكرة إلى ركلة إدخال لليرموك، ركلة إدخال لليرموك، التنفيذ عن طريق حمد حياة يلعبها، ولكن حارس المرمى صاحي تماما، تصطدم في لوكاس وتتحول إلى ركلة إدخال أخرى لليرموك، تنفيذ هذه المرة عن طريق خافي رودريغيز، خافي رودريغيز، تبريرة بعيدة تماما عن الخطورة، محمد دايف إلى دانيلو، طبعا حارس المرمى استعجل للتنفيذ، تنفيذ رمية المرمى لأن 4 ثواني عنده، من بعدها تتحول الكرة للفريق المنافس، بالتالي يقول لك لا العبها بالسرعة المطلوبة. الآن رمية المرمى، الحكم يعطي القرار للتنفيذ، خلاص من هذه اللحظة حسب 4 ثواني، نفذها بسرعة، لوكاس إلى دانيلو يذهب للحل الفردي من مسافة بعيدة من 17 إلى 18 ياردة، تسديدة ولكن بعيدة تماما عن التهديد وبعيدة عن المرمى. أوكي، أقرب ليه؟ تنفيذ عن طريق مساعد الإخضاري، مقطوعة ترجع مرة ثانية، التغطية موجودة، لوكاس مرة أخرى، والضغط موجود في وسط الملعب، إيغور والتسديدة من زاوية صعبة تماما، تمر بسلام على مرمى الحارس، كرة طويلة رمية المرمى ولكن ما توصل إلى خالد الشمري، يشيلها من قبله نجيب عادل ويخلصها إلى ركلة إدخال لمصلحة النصر في مباراة شوطها الأول. يعني ما في فريق حتى الآن أفضل من الفريق الآخر بوضوح، ما في أفضلية لفريق على حساب الفريق الآخر. ما في أفضلية، فريقين متساوين تقريبا من ناحية الأداء، من ناحية الفرص أفضلية لليرموك من ناحية الاستحواذ، ولكن فرص الفريقين عندهم فرص في مواجهة المرمى. خطأ ضد دانيلو في مكان قريب، خطأ لمصلحة مساعد الخضاري، ودانيلو اعتذار جميل جدا، حكم اللقاء عبد العزيز أمان في القرار الواضح تماما. هذه اللقطة الماضية وتدخل على القدم، قرار صحيح 100% عن طريق حكم اللقاء، خطأ من 10 متر، خطأ من 10 متر، خافي رودريغيز في التنفيذ، حارس المرمى يغلق المنافذ ويضع الحائط البشري في المسافة والزاوية الصحيحة، الآن تسديد خافي رودريغيز، ولكن مار بعيدة عن مرمى الحارس محمد نايف. لوكاس مقطوعة من إيغور، إصرار يحصل على الكرة، إيغور والقائم الأيمن، والله إصرار عند هذا البرازيلي إيغور وقدرة على التعامل مع الكرة الأمامية، استلام ما طلعت ولا طلعت إلى ركلة إدخال لليرموك، أفضلية لليرموك نوعا ما نسبية في شوط المباراة الأول من ناحية
الاستحواذ على الكرة وأيضا من ناحية الحصول على الفرص بتألق دائما إيغور اللاعب اللي له قيمة كبيرة جدا وقدرة على التعامل مع الشق الهجومي بشكل ممتاز. دانيلو فهد غالب لوكاس مقطوعة أيضا خطأ آخر وخطأ رابع على النصر الآن مع تبقي دقيقتين. وصل النصر إلى المرحلة يعني اللي نقدر نقول فيها خطورة. خطأ رابع هذه المرة الخطأ ضد فهد غالب. خطأ لمصلحة فهد غالب لمصلحة والخطأ لمصلحة خافي رودريغيز ضد فهد غالب. خطأ مسافة بعيدة هل سيذهب للتسديد إيغور؟ في بعض الأحيان اللاعب يسدد قريب من المرمى أي لاعب يلمس الكرة يحول الكرة إيغور يتركها وتسديدة ولكن تصطدم في فهد غالب. تسديدة كانت عن طريق عبد العزيز مساعد. تنفيذ إيغور محاصر تماما إيغور عن طريق لوكاس اللي دفاعيا متميز. لوكاس عبد العزيز مساعد خافي رودريغيز حاول فيها معاه فهد غالب تراجع يا سلام الى إيغور وإيغور تسديده حلوه لكن ايضا تمر قادر على الهروب قادر على التعامل مع المساحات الضيقة. لاعب كرة قدم الصالات يحتاج إلى التعامل في سنتيمترات في بعض الأحيان ما عنده المساحات الكبيرة والكثيرة للتعامل معها في أرضية الملعب. تغطية موجودة وترك الكرة إلى خارج أرضية الملعب برمية المرمى لمصلحة اليرموك. إيغور مقطوعة دانيلو قراءة جميلة جدا إيغور 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 ولكن دانيلو يخلصها من أمامه بأداء دفاعي ممتاز تدخل محوري من دانيلو في الكرة اللي فاتت. خافي رودريغيز كرة تنقطع بتمريرته هذا هو فهد غالب. عبد العزيز مساعد دانيلو 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 ومحمد باجيكي يتألق فيها وينقذ مرماه من هدف في وقت صعب مع نهاية شوط المباراة الأول. ركلة إدخال للنصر هذه الكرة الماضية إيغور معاه حاول يضيق عليه المساحات وحاول يعني يترك لا زاوية معينة للتسديد وحارس المرمى محمد ماجيكي تكفل بهذه الزاوية. لوكاس في تسديدة محمد ماجيكي على مرتين خافي رودريغيز تبريرة بينية ولكن دانيلو خاطئة من دانيلو. إيغور عبد العزيز مساعد نجيب عادل في كرة طويلة ولكن سهلة لحارس المرمى محمد نايف. خلاص وصلنا إلى الثواني الأخيرة من الوقت الفعلي لشوط المباراة الأول. خاطئ رابع خاطئ رابع أربعة أربعة أخطاء أربعة على اليرموك أربعة على النصر. لوكاس دفع واضح وقرار صحيح 100% عن طريق حكم اللقاء عبد العزيز الصراف. لوكاس تنقطع من امام دانيلو عن طريق إيغور اخر 34 ثانية من شوط المباراة الاول. دانيلو لوكاس الكابتن
في التبرير، ولكن انطلاقه إيغور ودانيلو في التوقيت السليم في المكان المناسب في ابعاد الكره في الشكل الصحيح بطريقه رائعه تماما. دانيلو انفراد كان لإيغور في مواجهه المرمى. نجيب عادل في التنفيذ، ولكن قراءة ممتازة عن طريق فهد غالب، تعود إلى حارس المرمى محمد ماجكي. آخر 10 ثواني في الوقت الفعلي لشوط المباراة الأول، تبريرة خاطئة، ولكن أيضا تبريرة خاطئة أخرى، الأولى من النصر، الثانية من اليرموك. خلاص آخر 3 ثواني، هل هناك فرصة لتحقيق شيء؟ إذن انتهاء للوقت الفعلي في شوط المباراة الأول في ضمن نطاق دوري كرة قدم الصالات والجولة 10 في هذه المسابقة. شوط المباراة الثاني يبدأ بصافرة حكم اللقاء عبد العزيز أمان الذي يعلن بداية هذا الشوط مرة أخرى. شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي 0-0 في هذه المواجهة. كرة في وسط الملعب، الفريقين بالرغبة الكبيرة جدا في النقاط الثلاث، خصوصا اليرموك الذي يحتل المركز الثاني ب 19 نقطة قبل هذه الجولة، الجولة 10 من دوري الصالات لكرة القدم. وبفوز اليوم، إذا ما فاز اليرموك، سيذهب للمركز الأول والصدارة بعد تعثر وخسارة القادسية بالأمس أمام نادي الكويت. بينما أيضا كانت فيه مباراة مهمة قبل هذه المباراة بين نادي كاظمة والسالمية، واستطاع نادي السالمية أن يفوز 4-3 ويحرم نادي كاظمة من نقاط 3 في غاية الأهمية للذهاب في السباق للصدارة. ركلة ركنية تنفذ ولكن خاطئة، بعيدة تماما إلى ركلة إدخال لمصلحة النصر. 20 دقيقة في شوط المباراة الثاني، راح منها دقيقة تقريبا، باقي 19 دقيقة كوقت فعلي متبقي في هذه المباراة أو في الشوط الثاني لهذه المباراة على وجه التحديد. الكرة إلى خارج أرضية الملعب لرمية مرمى لمصلحة اليرموك، التنفيذ عن طريق محمد ماجكي، ينفذها سريعة إلى زميله مساعد الخضاري إلى إيغور، تبريرة البينية، الله، أول الأهداف في هذه المباراة عن طريق من؟ عن طريق إيغور، ما لمسها ولكن خادعت حارس المرمى محمد نايف واستقرت في الشباك. أول الأهداف لليرموك. إيغور ولوكاس غير اتجاه الكرة وأيضا تابعها، لمسها ولا لا؟ لمسها ممكن، اللاعب اللي هو خافي رودريغيز في المرمى. إذن هدف في الدقيقة الثانية، هدف في الدقيقة الثانية من الشوط، وأيضا هدف ثاني هذه المرة لإيغور، هدفين لنفس اللاعب في نفس الدقيقة، في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني. إذن هدفين على التوالي لليرموك. هذا هو الهدف مرة أخرى، خطأ من لوكاس آخر، وإيغور يحضر إلى مساعد الخضاري الذي تابعها. هدف إذن لمساعد الخضاري، وهدف ثالث لليرموك، هدف ثالث لليرموك. ها، 3 أهداف في ظرف دقيقة، 3 أهداف في أقل من دقيقة لليرموك. انهيار في دفاع النصر في اللحظات الماضية. إذن 3 أهداف على التوالي، ويلعبها الآن النصر، 3 أهداف على التوالي لليرموك في أقل من دقيقة في هذه المباراة. 3 أهداف وأيضا هدف، 4 كلهم في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني. أيضا هدف آخر هذه المرة لدانيلو، هدف لدانيلو،
في الدقيقة الثانية، كلها في الدقيقة الثانية، كلها في الدقيقة الثانية، ولكن الفارق 5 ثواني 10 ثواني بين كل هدف والآخر، 4 أهداف كلها في الدقيقة الثانية، وهل هناك هدف خامس؟ لا خلاص دخلنا في الدقيقة الثالثة من شوط المباراة الثانية. إيغور إيغور إيغور، وحارس المرمى محمد نايف يخلص الأمور تماما. إذن الفريقين في حالة نقدر نقول ارتباك، النصر مرتبك أكثر، 3 أهداف في مرماه في أقل من دقيقة. الآن إيغور، الله 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 يا إيغور، في الهدف الرابع لليرموك، هدف رابع لليرموك، كلها في ظرف دقيقتين، كلها في ظرف دقيقتين أو دقيقة وعشرين ثانية، كل هذه الأهداف الخمسة في دقيقة وعشرين ثانية. قطعها خافي رودريغيز، وإيغور الله الله على المهارة الفردية ومهارة الخداع لحارس المرمى محمد نايف، أيضا لوكاس إلى خارج الملعب بركلة إدخال لليرموك. خافي رودريغيز مساعد الإخباري، سجل هدف إيغور، سجل هدفين، والثالث كان بتغير اتجاه الكرة، وبالتالي يعني 4 أهداف لليرموك في مقابل هدف للنصر. انقلاب الأمور تماما في شوط المباراة الثاني. الشوط الأول كان 0-0 فيما بين الفريقين، ولكن شوط المباراة الثاني تغيير تام في الأداء، واليرموك جازف هجوميا، وما ننكر الأخطاء الدفاعية الواضحة للنصر خصوصا من لوكاس. مساعد الإخضاري طالت عليه الكرة بتبريرة من عبد العزيز مساعد، دانيلو إلى لوكاس، حاول يمر لوكاس، يتعرض للعرقلة والخطأ، أول أخطاء شوط المباراة الثاني، أول أخطاء شوط المباراة الثاني، الصفارة عن طريق الحكم المساعد أو الحكم حكم الساحة، حكم الساحة عبد العزيز الصراف، وعبد العزيز أمان، بالإضافة إلى الحكم الثالث ياسر مقصيد المتواجد لضبط احتياطي الفريقين والجهاز الفني والإداري، بالإضافة إلى الميقاتي أماني زادة، نتمنى لهم التوفيق في شوط المباراة الثاني كما كانوا موفقين تماما في شوط المباراة الأول. ركلة الإدخال للنصر التنفيذ عن طريق فهد غالب ينفذها، ولكن حمد حياتي يشيلها، فهد غالب أقرب وتسديدة عن طريق الكابتن، كابتن الفريق عبد الله فواز، تصطدم ويتغير اتجاه الكرة، تتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة النصر الراغب في العودة في المباراة. كانت 3-0 لليرموك، صارت 3-1 للنصر، ومن بعدها 4-1 لليرموك. صعبت المهمة، دانيلو دانيلو دانيلو، خاطئة أيضا، خطأ ضد فهد غالب، خطأ ضد فهد غالب، خطأ لخطأ لكلا الفريقين، خطأ ضد اليرموك وخطأ ضد النصر في شوط المباراة الثاني. تتصفر طبعا الأخطاء فيما بين الشوطين، شوط المباراة الأول كان في 4 أخطاء ضد 4، الشوط الثاني الآن خطأ لخطأ، شوط المباراة الثاني مختلف تماما، سريع جدا. ركلة الإدخال لمصلحة اليرموك، التنفيذ عن طريق نجيب عادل، تغييرات مفتوحة، لذلك تشوف لاعب يدخل لاعب يطلع، تتغير التشكيلة الأساسية لكل فريق في لحظات وطوال الأشواط وطوال المباراة. دانيلو تراجع فيها، أداء دفاعي محكم لليرموك، دانيلو تراجع فيها إلى لوكاس، نجيب عادل يشيلها إلى خارج أرضية الملعب بركلة إدخال أخرى للنصر، التنفيذ عن طريق الكابتن عبد الله فواز، لوكاس يتعرض للعرقلة من حمد حياة اللي طايح في أرضية الملعب، نتمنى له السلامة حمد حياة كابتن وقائد اليرموك، ارتكب خطأ حمد حياة
بالمسك الواضح وقرار صحيح 100% عن طريق حكم اللقاء عبد العزيز أمان. اطمئنان على سلامة اللاعب بشكل جميل جدا من حكم اللقاء عبد العزيز أمان. روح رياضية عالية تماما فيما بين الفريقين، تعاون مطلق مع طاقم التحكيم. دانيلو يحاول يمر، تصطدم في دانيلو، تتحول إلى خارج أرضية الملعب. إذن خطأين على اليرموك في ظل 5 دقائق المعدل، يعني ممكن في نهاية المباراة ينحسب. دانيلو الآن في التسديد، ولكن حمد حياتي خلص. فهد غالب، دانيلو إلى لوكس، لوكس يحاول يمر، حمد حيات بالقوة البدنية يخلص. الكرة تصطدم في حمد حيات، تتحول إلى ركلة ركنية. وإنذار لمن؟ إنذار لوكس، إنذار لوكس هو الإنذار الثاني في هذه المباراة. كان في إنذار في الشوط الأول لخافي رودريغيز، الآن الإنذار للوكس. خافي رودريغيز من اليرموك، الآن الإنذار لوكس من النصر في شوط المباراة الثاني. هذه اللقطة الماضية هنا تحصل لوكس على الإنذار بدفع اللاعب، وأيضا إنذار للاعب اليرموك، إنذار لكل لاعب، لاعب اليرموك لأنه رمى الكرة، ولوكس لأنه قام بدفع اللاعب من بعد ذلك. خطأ في التمرير، فهد غالب، دانيلو مو فاهمها لوكس. عبد الله فواز إلى لوكس، يبحث عن المرور لوكس، تقطع من أمامه عن طريق خافي رودريغيز. 6 دقائق تقريبا أو 5 دقائق ونص راحت من شوط المباراة الأول أو الشوط الثاني. الشوط الأول انتهى 0-0، الشوط الثاني مختلف تماما، مغاير تماما. قلنا في نهاية الشوط الأول قلنا تعادل سلبي، يعني هذا اللي ما كنا نتمناه، كنا نتمنى الأهداف. الشوط الثاني عطانا الأهداف متوالية في ظرف دقيقة وعشرين ثانية 5 جوال، في ظرف دقيقة وعشرين ثانية 5 جوال. حكم عبد العزيز صراف يهدي لوكس ويأمره بالتفرغ للعب والابتعاد عن الاحتجاج والاعتراض على قرارات الحكام. لوكس في تسديده ولكن بعيدة جدا، بعيدة عن التهديد وبعيدة عن مرمى الحارس محمد ماجيك. رمية المرمى لمحمد ماجيكي تنقطع من عبد العزيز مساعد. عبد الله فواز الى لوكس، فهد غالب، خطأ ثالث على اليرموك. بدأ اليرموك يدخل في منطقة الخطورة من ناحية الأخطاء، رابع الأخطاء على اليرموك في شوط المباراة الثاني. نذكر بأنه بعد الخطأ الخامس ومع حلول الخطأ السادس بتكون في أخطاء بركلة حرة من مسافة 10 متر. دانيلو إلى لوكس، ولكن سهلة لحارس المرمى محمد ماجيكي، يلعبها سريعة ولكن ما يستلمها صح حمد حيات. تمريرة ممتازة كانت ولكن ما استلمها صح حمد حيات، وطالت منه ركلة إدخال للنصر، تنفيذ السريع والكرة إلى ركلة إدخال أخرى للنصر. ركلة إدخال أخرى للنصر، التنفيذ عن طريق عبد الله فواز كابتن وقائد الفريق. دانيلو في التمريرة الخاطئة، أقرب إلى حمد حيات، يشيلها دانيلو إلى ركلة إدخال أخرى لليرموك. مدرب اليرموك جواكيم أنطونيو. عبد العزيز أمان يأمر بالتنفيذ، حمد حياتي ينفذ، لوكس في الضغط، عبد العزيز مساعد خاطع التبريرة، فهد غالب يفقد الكرة. إذن جواكيم أنطونيو، الكل يبحث عن
تقديم كل شيء في هذه المباراة، تنفيذ الكرة بشكل جميل إلى إيغور، ولكن تقطع قبل لا توصل له، ترجع له إيغور، 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 برازيلي وقدم تعرف طريق المرمى، قادر على التسجيل من أي مكان، هدف خامس لمصلحة إيغور، هدف خامس لمصلحة اليرموك. شوف الاستلام، فتح نفسه زاوية التسديد، إيغور هدف في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني. كل الأهداف في الشوط الثاني، خمس أهداف، أربع أهداف كانت في الدقيقة الثانية، وهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق، وهدف يعني أربع أهداف في الدقيقة الثانية، هدف في الدقيقة الثالثة، وهدف الآن في الدقيقة السابعة. لوكاس دانيلو، مقطوعة وتسديدة من حمد حياة، ولكن بعيدة، فتح اللعب تماما، فتح اللعب تماما في شوط المباراة الثاني. النصر راح يجازف، 5-1 النتيجة لمصلحة اليرموك، لذلك النصر راح يجازف وراح يذهب وراح يندفع بلاعبينا لتعديل النتيجة. يتركها إيغور بذكاء للاعب المندفع خلفه، ولكن الكرة تذهب إلى ركلة إدخال للنصر. لوكاس لوكاس تنقطع، حمد حياة مضغوط عليه، يرجع بخبرته يخلصها حمد حياة، إيغور ينفذ إلى عبد العزيز مساعد، إيغور نجيب عادل يلعبها أمامية لعبد العزيز مساعد، مقطوعة، إيغور دانيلو، إيغور بالغ فيها، كان معاه اثنين من زملائه، كان ممكن ينفذ الكرة لأي واحد منهم، ولكن حاول يراوغ برازيلي. برازيلي ما تقدر تمنع من هذه الأمور، برازيلي في أحلك الظروف، ممكن يعطيك لمحة فنية، ممكن يعطيك محاولة ومراوغة بطريقة جميلة. تنفيذ خاطئ من إيغور، ركلة الإدخال ينفذ لوكاس على الأرض إلى عبد الله فواز بلا عنوان، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة إدخال أخرى لليرموك، متبقي 12 دقيقة في الوقت الفعلي لشوط المباراة الثاني. إيغور نجيب عادل، يا سلام يا سلام، الله 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 على هذا الهدف، التبريرة جميلة، الاستلام جميل، والإنهاء مثالي من إيغور، هدف رابع لهذا اللاعب في شوط المباراة الثاني، وهدف في الدقيقة الثامنة، هدف إيغور، يا سلام على التبريرة من نجيب عادل في الدقيقة الثامنة. شوف الإنهاء، الله 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 من إيغور، حطها، ياه ما لها حل، ما لها حل، تحتاج تحكم، تحتاج كنترول، تحتاج دقة، تحتاج ثقة، وتحتاج برود، كلها متواجدة في إيغور الذي يضع التقدم المريح الآن بستة أهداف مقابل واحد، 6-1 لليرموك على حساب النصر، 6-1 لليرموك على حساب النصر. كل الأهداف في شوط المباراة الثاني، كل الأهداف في شوط المباراة الثاني، 6-1 لليرموك على حساب النصر، 4 منها لإيغور اللاعب الخطير والمميز لليرموك. حكم اللقاء يأمر بالتأخير، تأخير التنفيذ، خلاص بدأ يلعب بالباور بلاي الآن النصر، باور بلاير
اللاعب خلاص بدون حارس مرمى، المرمى مكشوف تماما، حارس المرمى أصبح متقدم في وسط الملعب، أصبح متقدم في وسط الملعب. اللي دخل هو اللاعب يوسف عبد الرضا، يعطي زيادة عددية، هذا الشيء له إيجابية وله سلبية، يعطي إيجابية للفريق للنصر الآن من ناحية الزيادة العددية، سلبية بأن المرمى مكشوف تماما، أي كرة تنقطع ممكن تلعب في المرمى الخالي مباشرة. إيغور يشيلها الكرة إلى خارج الملعب، ركلة إدخال للنصر الآن. لاكس، نتيجة عريضة لليرموك بستة أهداف مقابل هدف. والله بالشوط الأول يعني الأمور كانت مختلفة تماماً، 0-0. الآن ركلة إدخال ينفذها سريعة، ولكن حكم اللقاء خطأ في تنفيذ ركلة الإدخال. يجب أن تكون على الخط، يجب أن تكون الكرة على الخط. يعود الباور بلاي مرة أخرى. لوكاس، يوسف عبد الرضا، شيلة حارس المرمى محمد ماجكي، تألق في مباراة اليوم محمد ماجكي. عبد الله فواز، لوكاس أيضا مقطوعة من أمامه، عن طريق من؟ مقطوعة عن طريق مساعد الأخباري اللي قدم مباراة كبيرة، بالإضافة إلى نجم المباراة طبعا حتى اللحظة، نجم كبير ومقدم كل شيء في هذه المباراة هو إيغور، من ناحية مهارات فردية، من ناحية تسجيل أهداف، من ناحية أداء ممتع ومثير، من ناحية قراءة لعب، من ناحية تمريرات جميلة، كل ما يخطر في بالك عزيزي المشاهد الكريم. من تلفزيون دولة الكويت طبعا والقناة الرياضية ننقل لكم دوري كرة قدم الصالات والجولة العاشرة من هذه المسابقة. بدأنا نصل إلى الأمتار الأخيرة الآن، 14 جولة أو نعم 14 جولة في دوري كرة قدم الصالات، ومن بعد ذلك البلاي أوف، الأدوار الإقصائية للفرق الأربع الأولى. لذلك التنافس الكبير والرغبة الكبيرة للفرق بالوصول إلى الأربع فرق الأولى. اليرموك طبعا إذا ما فاز في مباراة اليوم سيذهب للصدارة ب 22 نقطة من إجمالي 10 مباريات. تبريرة بينية، ولكن محمد ماجكي يخلص باقتدار. محمد ماجكي، دانيلو، لوكاس للنصر الآن، يوسف عبد الرضا، ولكن مقطوعة من نجيب عادل، أيضا مقدم مباراة كبيرة في الالتزام التكتيكي وأيضا الأداء الهجومي، والتبريرة الساحرة قبل شوي لإيغور، تبريرة الهدف السادس، كرة خاطئة ما يلحق عليها، تبديل في حارس المرمى ممكن في أي لحظة. نعم تبديل في حارس المرمى لعودة الحارس محمد نايف بديلا عن يوسف عبد الرضا والتخلي عن الباور بلاي بشكل مؤقت. ركلة الإدخال لليرموك، نجيب عادل ينفذها، ولكن حارس المرمى محمد نايف يشيلها. إيغور، عبد العزيز مساعد، نجيب عادل، يا سلام، يمر من واحد يمر من الثاني، ولكن صايدها دانيلو، عارف انه بيلعبها بعرض الملعب لمساعد الخضاري، ولذلك يشيلها دانيلو الى ركلة ادخال لليرموك. وصلنا الى 9 دقائق فقط متبقية من هذه المباراة، الشوط الثاني وهذه المباراة. بالتأكيد النصر يريد أن يعود في أقرب وقت ممكن لهذه المباراة. نجيب عادل، ساعد الخضاري، إيغور، مقطوعة، لوكاس، دانيلو، الضغط موجود، والكرة إلى ركلة إدخال للنصر الآن، التنفيذ عن طريق خالد الشمري، انذار لخالد الشمري للاحتجاج، انذار
خالد الشمري للاحتجاج المطلوب هو التركيز مع الأداء والابتعاد عن التدخل في شأن الحكم. انذار لخالد الشمري هو الانذار الثاني على النصر في هذه المباراة، والآن تسديدة من خالد الشمري في مكان خطر ولكن ضاعت الآن مرمى خالد. الله السابع يأتي لليرموك، السابع يأتي لليرموك عن طريق نجيب عادل، نجيب عادل في الهدف السابع لليرموك، نفذها بسرعة حارس المرمى محمد ماجكي لنجيب عادل اللي مباشرة من مسافة الملعب كلها، من مسافة الملعب كاملة يحطها في المرمى محمد نايف، ما هو راضي أبدا على زملائه وعلى هذا الأداء. 7-1 7-1 وقت مستقطع الآن للنصر لمحاولة تفادي تلقي نتيجة تاريخية ممكن في هذه المباراة. 7-1 نتيجة كبيرة جدا في هذه المباراة، جانب من الأهداف وجانب من لقطات هذه المباراة اللي تألق فيها تألق كبير جدا إيغور ونجيب عادل ومساعد الخضاري وأيضا كل لاعبي اليرموك في التألق، ولكن نتكلم عن اللي سجلوا الأهداف وأيضا هي أو تبريرات حاسمة خطيرة جدا، وشوف التبريرة بالكعب الجميلة والتسجيل كان عن طريق عبد العزيز مساعد أيضا واحد من المتألقين ما ننساه، وحمد حياة، يعني كل اللاعبين لليرموك في التألق، وهذا هو الهدف الوحيد للنصر بتسديدة لوكاس وتركها داريلو في المرمى، وشوف المهارات الفردية والأداء الجميل جدا في هذه المباراة. والله يعني كل هدف أحلى من الثاني لمصلحة اليرموك، وأيضا هدف جميل كان للنصر، ما نبخس حق النصر، ولكن 7-1 نتيجة عريضة وكبيرة لليرموك في هذه المباراة. تستأنف المباراة مرة أخرى، يعود الفريقين إلى أرضية الملعب واستأنف المباراة بعد دقيقة كوقت محتسب بدل ضايع. الآن دانيلو وإيغور، الضغط موجود، الكرة إلى خارج الملعب ولكن هناك خطأ ضد اليرموك، هو الخطأ الخامس، هو الخطأ الخامس الآن ضد اليرموك، 5 أخطاء ضد اليرموك، الحكم ينبه شوف بإشارته يقول 5، يعني الخطأ القادم راح يكون ركلة حرة من 10 متر، الحكم ينبه يشير إلى الفريقين وأيضا إلى الميقات والجميع لإعلان معرفة أنه الآن عشان لا يقول لك لاعب وأنا والله ما أدري، يعني بالنهاية من باب العلم كرة أمامية من الحارس، ولكن عودة محمد نايف في الوقت المناسب، الباور بلاي الآن متواجد دائما، شوف خلاص أول ما يسلم الكرة يدخل الباور بلاي لمحاولة قلب النتيجة. عبد العزيز مساعد، يوسف عبد الرضا اللي راجع، خلاص المرمى خالي، أي لاعب يحصل الكرة لليرموك ممكن يسدد في المرمى، الآن الخطورة، يو يا سلام شلون ضاعت، شلون ضاعت من خالد الشمري، قدم كل شيء في هذه المباراة ولكن ضيع فرصتين محققتين في هذه المباراة، واحدة قبل شوي فوق العارضة وهذه في العارضة، هذه في العارضة بطن العارضة بتسديدة رائعة كانت أو تبريرة رائعة، ولكن التسديدة من خالد الشمري ما كانت موفقة لأن المرمى كله خالي أمامه. وصلنا إلى آخر 7 دقائق في هذه المباراة، آخر 7 دقائق في هذه المباراة، و 7-1 النتيجة كما هي واضحة أمامك عزيزي المشاهد الكريم من تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية. ركلة الإدخال لليرموك، إيغور، عبد العزيز مساعد، مساعد الخضاري،
الكرة أمامية مقطوعة دانيلو 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 محمد موجكي يتألق فيها محمد موجكي تألق كبير وينقذ فريقه من هدف ثاني. يعني لا تقول لي ما في وقت في الصالات، ما تقول لي ما في وقت. شفنا وأبرز مثال ودليل كان اليوم 5 أهداف في دقيقة، 5 أهداف في دقيقة، 1 و2 و3 و4 4 أهداف في دقيقة، والهدف الخامس في يعني 5 أهداف في دقيقة وعشرين ثانية، 5 أهداف في دقيقة وعشرين ثانية. هذا يدلك على شيء، يدلك على أن يعني النصر يجب أن لا يفقد الأمل، وما هو فاقد الأمل، يعني يهاجم بقوة وباستمرار في الوقت المتبقي من هذه المباراة. لوكاس إلى دانيلو بالإضافة إلى وجود الباور بلاي، ولكن يجب أن ما يدخل في مرمى هدف النصر، هدف آخر يصعب المهمة تماما. المرمى خالي، المرمى خالي، المرمى خالي، يلعبها أمامية حمد حياة، ولكن دانيلو مرمى خالي وإيغور، والثامن الثامن إيغور في الدقيقة 14، هدف إيغور في الدقيقة 14 من هذا من الشوط الثاني لهذه المباراة. خلاص شبع شبع إيغور أهداف في هذه المباراة، هدف شخصي خامس له في هذه المباراة، هدف كان لمساعد الخضاري، هدف ل عبد العزيز مساعد، يعني والله يعني تقديم أهداف، وأيضا هدف لنجيب عادل، هدف لنجيب عادل، هدف مساعد الخضاري، وهدف لعبد العزيز مساعد، وخمسة أهداف لإيغور في هذه المباراة. 8-1 نتيجة عريضة جدا لمصلحة اليرموك في هذه المباراة، وصعب جدا جدا على النصر العودة في هذه المواجهة. ما نقول مستحيل، ما في مستحيل في دوري كرة قدم الصالات، كرة الصالات ما فيها مستحيل نهائيا. تقول لي باقي 5 دقائق، نعم باقي 5 دقائق، شفنا 5 جوال في دقيقة وعشرين ثانية قبل شوي، 5 جوال في دقيقة وعشرين ثانية، في دقيقة واربع وعشرين ثانية على وجه التحديد. وبالتالي يعني ما تقدر تستبعد أي شيء في الوقت المتبقي من هذه المباراة. نقول صعب جدا، نعم صعب جدا، مستحيل لا ما في مستحيل. ركلة إدخال حمد حياة، نجيب عادل إلى عبد العزيز مساعد، حمد حياة ولكن بعيدة تماما، ركلة الإدخال للنصر الآن، دخول الباور بلاي، دائما الباور بلاي هو يوسف عبد الرضا. دانيلو لوكاس تبرير خاطئة، الكرة إلى ركلة إدخال، المرمى خالي ولكن ما ينفذها بسرعة، يأخذ وقته في التنفيذ، ما في أي استعجال، رغبة في التركيز في المباراة أكثر وعدم وجود الاستعجال. ساعد الخضاري، نجيب عادل يلعبها أمامية، نجيب عادل ولكن وين؟ بعيدة تماما عن المرمى، حاول يباغت الحارس محمد نايف، محمد نايف يلعبها دانيلو، لوكاس يلحق عليها ولا لا؟ يلحق عليها، دخول يوسف عبد الرضا في الباور بلاي. دانيلو على الرغم من وجود الباور بلاي للنصر ولكن ما استفاد منه بتسجيل أي هدف، على العكس من ذلك دخل في مرمى هدفين بهذا السبب. يوسف عبد الرضا لدانيلو، خاطئة، المرمى خالي، المرمى خالي، المرمى خالي، وين اللي يسدد؟ ما فيه. الكرة إلى خارج الملعب بركلة إدخال للنصر الآن. دانيلو
الى لوكاس، تسديده، محاولة مرور، تغطية موجودة من لوكاس، دانيلو على الأرض إلى ناصر الرشيدي، والآن الكرة، جول ولا لا؟ جول! مساعد الخضاري في هدف تاسع لليرموك، هدف تاسع لليرموك في الدقيقة 17 من شوط المباراة الثانية، هدف مساعد الخضاري. شوف الكرة تتهادى في الشباك، تتهادى في الشباك، هدف مساعد الخضاري في مرمى النصر. 9-1، نتيجة كبيرة كبيرة كبيرة، والله ابدا ما هي متوقعة. ليش؟ واحد يقول لك ليش ما هي متوقعة؟ الكرة اتصالت فيها هدف، الشوط الاول 0-0. يا جماعة، عزيز المشاهد الكريم اللي تابعنا الآن أو اللي انضم معنا الآن الشوط الأول أو اللي انضم معنا مع بداية شوط المباراة الثاني، الشوط الأول 0-0، يعني تستبعد تماماً أن تنتهي المباراة 9-1، ممكن 4-4، 3-3، 4-3، 5-4 ممكن، ولكن 9-1 نتيجة كبيرة، لأن التنافس كان كبير في الشوط الأول. الآن خطأ، والخطأ السادس، الخطأ السادس على اليرموك، عليه 5 أخطاء، بالتالي السادس من 10 متر، السادس من 10 متر. هذه الكرة الماضية، الدفع الواضح، الدفع الواضح عن طريق عبد الله المتيبي، ومن 10 متر يسدد لوكاس، هو اللي رايح للكرة، لوكاس يثبتها، حارس المرمى عبد العزيز أمان في التنبيه على الحارس محمد ماجكي، لوكاس ومحمد ماجكي، لوكاس ضاعت، ضاعت، حتى هذه ضاعت يا لوكاس. محمد ماجكي لعبها طويلة، عبد العزيز مساعد، يا سلام، أو اللاعب عبد الرحمن علي، عبد الرحمن علي بطريقة جميلة جدا، استلام الآن عبد الله المتيبي، تراجع فيها، بدأ يدخل المزيد من اللاعبين، مدرب اليرموك جواكيم أنطونيو، والآن فرصة، 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 استعجال في التسديد، كان ممكن يتريث فيها، ما في أي ضغط، ولكن سددها بسرعة، دانيلو طالت منه، خلاص آخر دقيقتين ونص، آخر دقيقتين ونص من الوقت الأصلي أو الوقت الفعلي لشوط المباراة الثانية. وهذه المباراة استلام بشكل جميل وتسديده، محمد دايف على مرتين بفدائية كبيرة، يتألق فيها محمد دايف، لوكاس، والله حتى الفاول من 10 متر ما سجلها لوكاس، خطأ في التبرير والتسديد، ولكن محمد دايف أيضا مقطوعة، والكرة إلى ركلة إدخال، يبدو بأن النصر خلاص ما قام يلعب بالباور بلاي، نظرا لوجود نتيجة يعني ممكن توصل نتيجة تاريخية. باقي أقل من دقيقتين في الوقت الفعلي لشوط المباراة الثاني. لوكاس، 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 دانيلو، دانيلو، محمد ماجكي يتألق تألق ملفت في هذه المباراة، يعني صحيح النتيجة 9-1، ولكن لولا تألق محمد ماجكي لكانت النتيجة بالتأكيد يعني فيها قرب أكثر. شال 4 إلى 5 انفرادات وفرص محققة، كان ممكن النتيجة تصبح مختلفة ومغايرة، كان ممكن يتغير الأداء وتتغير النتيجة بالكامل. التنفيذ للنصر الآن عن طريق عبد الله عيسى عبد القدوس، والله في شبه كبير جدا من والده عيسى عبد القدوس، لاعب نادي السالمية السابق، اللاعب الكبير ومنتخبنا الوطني وصانع اللعب العملاق عيسى عبد القدوس لكرة اليد طبعا، وابنه يلعب في كرة الصالة. الآن الكرة الأمامية، سلام، هات خذ بالكعب، ولكن مقطوعة، عبد الله عيسى عبد القدوس إلى لوكاس، لوكاس يتراجع فيها،
ممكن تسديده، تسديده حلوه، ولكن عبد الله عيسى عبد القدوس يشيلها من امام محمد ماجيكي. خلاص وصلنا الى الثوانيه الاربعين الاخيره، اخر اربعين ثانيه في هذه المباراه. لوكاس تنقطع من امامه ايضا خطا، وايضا ركله حره من العشره متر. هذه المره الخطا ضد ركله حره ضد اللاعب علي عبد الكريم، والخطا لمصلحه النصر هذه المره. ما ينفذها لوكاس، ينفذها دانيلو في رغبه تقليص الفارق شوي ويعني تعديل النتيجه نوعا ما. دانيلو ومحمد ماجيكي، دانيلو ومحمد ماجيكي، دانيلو، وايضا يشيلها محمد ماجيكي، واحد من نجوم هذه المباراه، شال 5 إلى 6 فرص محققة تماما من المرمى. ركلة ركنية للنصر، تنفيذ عن طريق لوكاس. دانيلو خطأ ولا إيقاف اللعب؟ حكم اللقاء نجيب عادل. ودانيلو طايح في أرضية الملعب. دانيلو بالسلامة لدانيلو، حكم اللقاء يقول ما فيها خطأ، ربما لمسة يد على دانيلو. هذه الكرة الماضية، سقوط من دانيلو، احتكاك بسيط جدا. هل هناك اسقاط للكرة عن طريق حكم اللقاء عبد العزيز امان، ولا الخطأ لمصلحة اليرموك؟ تنشيف ارضية الملعب امر مهم جدا للحفاظ على سلامة اللاعبين، تجفيف ارضية الملعب امر مهم جدا. اسقاط للكرة، خلاص اخر 20 ثانية في الوقت الفعلي لشوط المباراة الثاني. دانيلو يحاول مار، تنقطع من امامه، يتركها بشكل جميل علي عبد الكريم الى رمية مرمى لمصلحة اليرموك الافضل، والذي تعامل باقتدار بقيادة طبعا نجمه الكبير ايغور، الذي سجل 5 أهداف في هذه المباراة لوحده. إيغور سجل العديد والعديد من الأهداف. والآن الخطأ ضد لوكاس، خطأ ضد لوكاس هو الخطأ الثاني على النصر في هذه في شوط المباراة الثاني. خلاص آخر 2 من هذه المباراة، التنفيذ عن طريق اليرموك. هل راح يسدد؟ يذهب للتسديد، تصطدم. وفي هذه اللحظات أعزائي